طلع طلع في في واحد كتير منيح او ناس كتير منيح كتبوا لي بالكومنتس الفيديو الماضي، كتبوا لي بالكومنتس عن انه كيف تلعب هاي اللعبه، تلاقي لها طريقه انه بتكون ايميلي، يمكن هاي الكلب زي ايميلي الاسود بضلك تطلع عليها قبل ما تروح، المهرج لما تسمع صوته بتوقف، وهداك ما هذا لابس بدله اللي مبين انه محترم بتهرب زيك انه زي هيك. فشكرا اللي كتب لي، I fucking love you guys. والله والله اتحرك والله لا والله ايش يا سبسكرايبرز، ايش يا سبسكرايبرز شو قال، وبس تسمع صوت واقف وبس تسمع صوت واقف، وانا ايش وثقت فيكم؟ طلع انا مع ناس انكم بتكيفوا لما تشوفوني اصرخ، على ايش وثقت فيكم؟ والله هي حتى السبسكرايبرز خذلوني بهالحياه شو بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم شباب، معكم زيد او سوبر بي اس بي سي، رجعنا ل ايميلي وونتس تو بلاي، ايميلي الكلبه، ايميلي الحقيره، المهم ايميلي خلتني اصرخ مع اني ما كنت ناوي اصرخ صراحه، كنت بدي مثل ما حكيت انه نيكست ليفل انه ابطل اصرخ من العاب الرعب، بس كان في تقدم انه في جمب سكير مخفي منها. المهم رجعنا ل ايميلي وونتس تو بلاي، بدنا نختم هذا الفيديو، المفروض نختم اللعبه، المفروض نختم اللعبه، طبعا انا سامع من هون ما حد يحكي مو سامع بس برد والله ما بشرح يعني. المهم رجعنا ما راح اسمع من التسجيل يا من اول ما راح له ايميلي بلشت ايميلي بلشت تتعامل بغرابه بس انت شو هذا الوحيد هذا شو والله خسرت والله جد جد هيك خسرت يعني انا والله بالله عليك هيك خسرت يعني انا بتنرفز خلص انا عندي مرض اذا ما ختمت لعبه رعب خلص هيك بصير كئيب جدا فلازم اختمها بما ايش هذا ايف اوه فلاش لايت فلاش لايت لعبة رعب بدون والله اتحرك والله لا ايش يا سبسكرايبرز، ايش يا سبسكرايبرز شو قال، حتى السبسكرايبرز خذلوني بهالحياة شو بال خبر واحد بريح مرة بعد رعب I take care of my friends. I make them pretty. Pretty. Make me pretty. Please. For fuck. Don't turn around. Big apple. ما بتحرك بعد خمس سنين. ورا اشي ولا ورا اشي. واحد. دون ديسلايك الواحد مرة بتزانخ وزيك بس يعني ليش انتوا هيك بتروحوا ديسلايك على السريع حرام عليك والله حرام عليكم اللي بتسووه شعوري ان العنكبوتي تبع العاب رعب بحكي لي انه راح تصير مصيبة مشكلته دائما صح ضوينا الضوء ايش حكيت تضحك ما تتحرك ايش يا شباب ايش يا ضحكت والله لا اشلف والله لا اشلف اللي برد عليكم يا شباب تطلع جنب سكير مع احترام شديد يعني شو اسوي لكم اللي برد عليكم باكل جنب سكير تطلع من خليني ساكت ينا انا ابوكي فكر ايش لبسني يوم تدي كل مره شغل لي ام هذا لا خرب no one can help us this house had a basement in it we made a place for Emily down there my husband hid the entrance so that no one can ever find it اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والله كنت عايش حياه منيحه شو اللي دخلنا هذا ما والله اللعبة حلوة يعني بدي اعرف القصة بدي اندمج هيك خلص اندمج قصة
بس اشجاجي انا مشكلتي ما بمسك حالي. هيك حكوا لي سبسكرايبرز. ايش ما اشجاك في منك على موز. روحي استحي وروحي احسن ما يلا. والله 3 سبسكرايبر صح كل شيء صح. احلى احلى معك جنب سكير منكم. اخ بدي ما راح ارد عليكم بصراحه ما راح ارد عليكم سامحوني. اوه وات ذا هيل مان. ستوب ات نيجاز. اي هيت يو ايميلي. انا انا ابو ابوك شو مال اخت امك كف هيك هيك مصاصة لطعت الطاحة تشمطها شمط كف. يمكن نرفزت عشان حكيت لها كف شمط وزيك حكيت لا انه انا بابا اروح بس انه فكرة ما لازم اقرب عليها لكن لازم والله لا ارجع العب. طرف هاي الغرفة تلبيس وعرضي في باب هناك مين لا افتح او ما سكر علينا. طب ليش ما بيفتح في باب at least I had friends me she's oh هاي اسمعهم هاي اسمعهم me she's star kiki تيتر طيب مستر المهرج لابس بدل صغيرة وإيميلي إيميلي هاي هدول أصحاب الجن. طيب ايش صار هلا انه الريكوردينج هون خرب وهون ضليت نكمل فانه الريكوردينج هون خرب كنت المهم صار اشي انه صرت ساعة واحدة يمكن مشيت وما قدرت صراحة اقفل قبل ما اضبط الريكورد هون فوصلت الساعة واحدة بعدين ضبطت هون. فالمهم سوينا تقدم المهم بالحلقة خلص هلا انا صرت مرتاح لو طلع لي ايميلي هلا خلص انا مكيف. المهم صارت الساعة واحدة كانت 12 فزي كأنه لازم ضلك مكمل معها قبل ما تصير الصبح بعدين بفتحوا لك باب تطلع ما عرفت شو المهرج لما تشوفه ما تمشي او لما يضحك ما تمشي. طيب يا شباب طلعتوا منح طيب طلعتوا منح اسف فكرتكم بتسووا المهم فكرتكم تكذبوا علي انه بتحكي زيك عشان اصدق بس طلعتوا منح اسف خلص انتوا فهمتوا. طلع يا محلى حرام العب العب يلا كذا نعم امه لشكلك عالساعه اللي بتطلع فيها يا محلاك يا مسكاك يا زلمي. المهم هيك كان الفيديو اليوم ان شاء الله عجبكم سوينا تقدم يعني سوينا تقدم ووصلنا ليله شو ليله وصلنا الساعه الواحدة راح خلص انا فهمت هلا يعني ممكن العبها بفيديو ثاني ونختمها بفيديو بارتي 3 لانه صراحه اللعبه شكلها طويله يعني شكلها بدها اكثر من ساعه يعني يمكن الساعه 6 لسه الساعه احنا 1 بنضل فبنطول. فالمهم هيك كان الفيديو اليوم ان شاء الله عجبكم كان معكم زيد او سور بي اس تي شكرا على التعليمات طلعت جد بس انا اول شيء فكرت اكذب. المهم انتظرونا بالفيديوهات الجاي ما تنسوا لايك سبسكرايب فوفريت مع السلامه.